السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده مفيد جدا، عبارة عن مساعد ليك في الاجتماعات، بيقدر يلخص لك الاجتماعات ويقول لك ايه النقط الأساسية اللي كانت فيها في الاجتماع، وكمان بيعمل جدولة للاجتماع وفي مالتي لانجوج. حتى الآن في أكتر من 20 لغة بيقدر إن هو يكتب بيها الاجتماعات، بحيث إن يبقى في ملخص بال20 لغة دول. وتولى موضوع التنبيه بالاجتماع، وهيظهر برضو التنبيه في السلاك، ناس كتير بيستخدمه في الشغل. ف يعني هتلاقي تطبيق كويس جدا، هيوفر عليك الوقت في الاجتماعات. كان عندك سكرتير مهمته ان هو ينظم لك الاجتماعات بتاعتك، وممكن تسطبه على الاندرويد او الايفون.